الكرات الان الانطلاقه الكره للامام في بدايه عط الله الله كرة عرضية تقدم عدى تصرف فيها بيلعب للكرة يا رب الكلاسيكو فرصة أهم من أن تفوت فرصة أهم من أن تفوت رحيمي يبدأ لمصلحة العين في الجهة اليمنى العيناوي يحاول سفيان يمرر لمسات يا الله يا الله العين لمن حضر زعامة عبر التاريخ ومنه جدك يا كبير الله الله اتجاه ياسين مرياح عرضية رأسية يا رباه غاب الهدف لكن ما غابت الأهداف عندهم مغربي سريع اسمه سفيان رحيمي الآن عند الكرة الآن يتقدم والكرة الله الله ياهو شوت للعيناوي العيناوي يسجل الثالث